معنا على الهاتف فقال مدرب العام للنادي الاهلي الكابتن احمد ايوب. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا ابو حميد طارق، ازيك اخبارك ايه؟ ازاي حضرتك وحشني. حبيبي اخبارك ايه؟ النهارده النادي الاهلي اعلن عن التجديد لرباعي الفريق وليد سليمان، حسام عاشور، وباسم علي، ومحمد هاني. الو ايوه كابتن احمد، حضرتك سامعني؟ سامعك كده. كنت بسأل حضرتك، النهارده النادي الاهلي اعلن عن تجديد لرباعي الفريق حسام عاشور، وليد سليمان، محمد هاني، وباسم علي. طبعا مبروك الاول للتجديد لهؤلاء النجوم، وان شاء الله تكون بدايه ل يعني نادي الاهلي بقى يكمل مسيره الحفاظ على الكيان يا فندم. طبعا يعني لعيبه كبار ولعيبه مهمين عندنا، ويمكن ده بيعكس الاستقرار اللي بيعيشه الفريق الفتره الاخيره. يمكن خلي بالك دي ملفات كانت مؤجله شويه، يمكن الفتره الاخيره كان عندنا محطات صعبه سواء في الدوري بنهايه الدور الاول او مباراه السوبر. الحمد لله عديناها بشكل مميز وحققنا بطوله السوبر، داخلين برضو على مرحله بعد كده ان شاء الله نكمل بطوله الدوري بشكل كويس نكسب البطوله. يمكن اتفتح دلوقتي الملف التجديد، نوع من الاستقرار والاستمرار في الاستقرار الفرقه. فالحمد لله يعني في لعيبه طبعا خلاص جددت، وفي لعيبه في يعني في اطار في دور التجديد، وان شاء الله مفيش مشكله خالص ان شاء الله. بس الرباعي كابتن كله وقع على بياض، ده بيبين النيه. لا طبعا انا بقول لك يعني هم لعيبه كبار وعارفين يعني حجم النادي الاهلي كويس، الناس بتلعب من غير مطالب، واحنا يعني بنشكرهم طبعا يعني، والنادي الاهلي دايما برضه بيقدر ولاده طبعا. طيب كابتن احمد، بالنسبه لماتش طلاع الجيش، النادي الاهلي ما شاء الله كان في التغيير في العديد من المراكز بالنسبه للعيبه ما شاء الله، بس معالي صابر رحيل ولا كانهم موجودين يعني ما سابوش الملعب. محمد هاني بيتالق في المركز اللي الكابتن حسام البدري موظفه فيه. عمليه التدوير اتت بثمارها بشكل كبير بشكل مميز يا كابتن احمد. طبعا الحمد لله يعني في البدايه طبعا بنشكر اللعيبه طبعا كلها يعني على روحهم واستعدادهم وتركيزهم، وخلينا اقول يعني طبعا في شغل الجهاز الفني وكابتن حسام ودور للعيبه يعني الفتره الاخيره ماتشات كتير ورا بعض، بتحاول في بعض اللعيبه بتحاول تريحها وبتحاول تجهز بعض اللعيبه، كون انك يعني توصل للعيب انه يعني يكون مركز ومستعد دايما ووقت ما يشارك يقدم المرور ده، فدي حاجه يعني حاجه طبعا اكيد تحسب لكل الناس اللي شغالين وتحسب للعيبه. الماتش المباراه الاخيره يعني في اكتر من 3 4 لعيبه ما كانوش بيشاركوا بصفه مستمره قبل كده، دخلوا بيأدوا، ما تحسش ان في فرق في اداء الفرقه، بالعكس بتحس ان الناس بتقاتل والاداء زي ما هو. ميدو جابر يعني تألق واحرز اهداف. ميدو جابر يعني تألق، وهشام تألق، و نعم، وصبري، وكل الناس صراحه ما حدش بخل وقدموا اداء ممتاز، وانا بقول لك ده يعني بيعكس حاله الاستقرار وحاله التركيز وحاله الرغبه والمنافسه الموجوده يعني في الفرقه الحمد لله. بالنسبه لماتش المقاصه كابتن احمد، الاهلي لم يكن موفقا امام المقاصه في الدور الاول، ومن الفرق اللي حتى يمكن بعد مباراه النادي الاهلي مش ماشيه بالشكل المطلوب، كيف يستعد النادي الاهلي لمواجهه المقاصه يوم الاحد؟ طبعا يعني فرقه المقاصه فرقه محترمه وعندها لعيبه مميزه، يمكن هي الفرقه الوحيده اللي قدرت تكسب النادي الاهلي سواء في الموسم اللي فات او الموسم ده في الدوري، يمكن هي المباراه الوحيده اللي احنا خسرناها. طبعا بنحترم الفرقه يعني بقدر كبير جدا جدا جدا، وبنحضر المباراه بشكل كبير، ولكن هي المباراه الاولى خلاص احنا نسيناها وخلاص، كانت مباراه وعدت بكل ما فيها. يمكن احنا ما كناش محظوظين فيها، تلقينا الهزيمه رغم ان احنا ما كناش نستحق الهزيمه من خلال ادائنا في المباراه، ولكن هي مباراه خلاص انتهت. هنلعب مباراه ثانيه في الدور الثاني، يهمنا جدا تحقيق 3 نقاط، مش عشان احنا بنلعب المقاصه، لا عشان احنا يهمنا ان احنا نحقق 3 نقاط في كل المباريات عشان نحسم في الدوري ان شاء الله بدري، نبعد عن يعني نكمل في الصداره ونبعد عن المنافسين اللي بينافسونا، وان شاء الله يعني نستعد كويس، نقدم مباراه كويسه، وواثقين ان شاء الله في اللعيبه ان هم يعني هيحققوا لنا الانتصار ان شاء الله. طيب عايز اسال حضرتك على الحاله الفنيه بالنسبه لجونيور اجاييه في الاونه الاخيره. اجاييه مش هو اجاييه اللاعب اللي يعني استطاع ان هو يحصل على قلوب الكل، مش بس الاهلاويه، الكل بقى بيحب ان يشوف اجاييه في الملعب، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا.
ايه سر غياب اجاي عن المستوى؟ لا يعني ده طبيعي جدا يعني، خلي بالك اجاي من ما تعمل احصائيه كده عن فريق النادي الاهلي هتلاقي اجاي من اكثر اللعيبه مشاركه في المباريات يعني مع ثلاث اربع لعيبه تانيين، يعني اجاي من اكثر اللعيبه اللي بتشارك دايما، بيظهر بمستويات مميزه في مباريات كتير جدا جدا جدا، وزي ما في بعض من الاوقات الفرقه بيبقى عندها كيرف طالع وممكن ينزل شويه وممكن يبقى مستقر شويه، احنا بقى لنا فتره طويله مشاركه ورا بعض، ده ضغط كبير جدا على الفرقه وعلى اللعيب، يعني كل واحد لوحده لان انت بتلعب مباريات كتير جدا، فوارد في بعض الاوقات يكون مستواك مش في حالته لان اللعيب يعني عنده في حياته سواء في التمرين او في النادي او خارج النادي حاجات كتير جدا جدا ممكن يعني تنعكس على ادائه وشخصيته، فالطبيعي ان هو يعني ده بيحصل، يعني يكون في مستواه بعض الوقت وينزل شويه ويطلع تاني، طبيعي جدا جدا في الكوره يعني، ولكن هيظل اجي لعيب كويس لعيب مميز ودايما قيمه للفرقه يعني. طيب هل النادي الاهلي ينظر الى نتائج نادي الاسماعيلي مثلا، خساره الاسماعيلي امام المقاولين هل دافع كبير بالنسبه للعيبه امام مصر المقاصه؟ طبعا يعني طول ما في فريق هو المنافس معاك وهو اللي جنبك هو اللي جنبك في اي نتيجه يعني سلبيه بالنسبه له اكيد اكيد انت بتبص لها وبتفرق معاك وفي مسيرتك، ولكن الاهم انك تكمل في انتصاراتك، الاهم انك تحقق ثلاث نقاط، الاهم انك تمشي في طريقك، احنا بالحسابات احنا نكسب مبارياتنا ما يعني ما نبصش ورانا، فالطبيعي ان احنا انك تفكر في نفسك الاول وبعد كده تشوف الناس اللي نفسك والناس القريبه منك ماتشاتها عامله ازاي ونتائجها عامله ازاي. طب كابتن احمد بالنسبه للقاء المقصه القادم هل هيكون في عوده لمعلول مره اخرى؟ هل هيكون في راحه لعبد الله السعيد اللعيبه اللي بتشارك بصفه اساسيه لعدد كبير من المباريات، ولا الجهاز الفني ممكن يفكر على استقرار الفريق في هذا اللقاء بالتحديد؟ لا هي الفرقه كده كده مستقره يعني، خلي بقى احنا ما عندناش مشكله، الفرقه كده كده مستقره ما عندناش مشاكل، ان يكون انك بتريح لعيب او اثنين او ثلاثه او بتغير في بعض المراكز، اولا اول حاجه دي تكون رؤيه فنيه للجهاز الفني وكابتن حسام، بتكون رؤية فنية للفرقة اللي انت بتلعبها وطريقة لعبك معاها والعناصر المناسبة للمباراة وجاهزية اللعيبة، وارد يكون في راحة بعض اللعيبة، احنا الراحة يعني عمر ما تكون الراحة على حساب الفرقة، لكن عندك جاهزية لعيب، عندك في لعيب محتاج يريح لانه معرض للإجهاد، في لعيب لا بيكمل ما فيش مشكلة، دي كلها يعني حاجات دايما بيدرسها الجهاز الفني وكابتن حسام وبتشتغل عليها، يعني اللي هو الشغل مش في الملعب بس ولا التدريب بس، لا في حاجات تانية كتير، الاستعداد النفسي والبدني والمهاري للعيب، انت يعني بتقعد مع اللعيب وتشوف حالته وبتتكلم معاه، وبعد كده انت كجهاز فني لما تكون اللعيبه كلها جاهزه انت بتتقرر مين اللي ممكن تريحه وانت حاسس انه محتاج راحه، لا مين اللي لا ما فيش مشكله، وبعد كده بتشوف العناصر الجاهزه. يعني سعد سمير هيبقى جاهز يا كابتن الماتش المقصه؟ وسعد ما في يعني اللعيبه الحمد لله احنا يعني النهارده في التمرين وامبارح مفيش مشكله في كل اللاعبين الحمد لله يعني. طيب كابتن احمد هل تتفق معايا ان هذا الموسم من اصعب المواسم من ناحيه ضغط المباريات ومعدل الاصابات بسبب الضغط الرهيب للمباريات، والجهاز الفني ككل صراحه سواء يعني كابتن حسام وحضرتك كابتن معوض والناس صراحه الافاضل بتوع الاحمال سواء الشعلالي كابتن شعلالي وابو العيله والدكتور خالد، يعني موسم صعب جدا بالنسبه لكم. لا طبعا اول حاجه يعني خلينا نقول ان الحمد لله كلنا بنشتغل وكلنا بنجتهد، كل واحد دوره بيعمله وبيجتهد فيه وبيحاول يقدم اقصى حاجه عنده للكابتن حسام، لان هو في الاول وفي الاخير هو صاحب القرار وهو اللي يعني بيقود الدفه، احنا كلنا بنساعده حاول نذلله العقبات. الضغط اكيد الموسم ده من اصعب المواسم في الدوري، لان الموسم اللي فات كان مضغوط جدا، والسنه دي مضغوط اكتر لان انت مجبر انك تخلص الدوري والكاس قبل كاس العالم، يعني السنه اللي فاتت الموسم خلص يعني شهر 7 شهر يعني خلص متاخر او نعم. خلص في 8 كمان. السنه دي الموسم لازم هيخلص في 5، فانت وانت كمان ما خدتش راحه بينيه بين الموسم اللي فات والموسم ده وكان عندك افريقيا، فطبعا ضغط كبيره جدا جدا جدا، ولكن الحمد لله احنا يعني بنحاول نأهل لاعبتنا ونأهل نفسنا لكده وبنتعامل مع
مع الظروف المحيطه بينا، وربنا الحمد لله بيوفق رغم ان احنا بنتعرض لاصابات كتير نتيجه وهي ضربتنا في مركز واحد، ولكن الحمد لله يمكن التعامل معها كان بشكل مناسب وكان في توفيق من عند ربنا الحمد لله. كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق في اللقاء المخصص باذن الله يا كابتن.